وكأن أزمة بنزيما مع المنتخب الفرنسي لم تخمد نيرانها بعد، وذلك بعد التدوينة التي نشرها رئيس الاتحاد الفرنسي لينهي فيها أمل نجم المنتخب السابق من أصول جزائرية، معبرا أن مسيرة مهاجم ريال مدريد الدولية قد انتهت، ما أجج غضب البنزو وأعاد قضية بنزيما ومنتخب الديكاتي للنقاش من جديد. وتعود أطوار القصة إلى اتهام القضاء الفرنسي لكريم بنزيما بتهمة التوطؤ في قضية ابتزاز فالبوينا باستعمال شريط جنسي يخص اللاعب وصديقته. ورغم تبرئة كريم من كل ما أدين به مسبقا وظهور دلائل على حسن نيته في القضية وأنه أراد فقط تنبيه صديقه في المنتخب، إلا أن الاتحاد الفرنسي رفض عودته مجددا إلى صفوف بطل العالم النسخة الأخيرة، وأكد ديشامب مدرب المنتخب بذلك أكثر من مرة، وهو ما أوقف مسيرة اللاعب الدولية منذ 2015 واكتفائه بمشاركته مع ناديه ريال مدريد. رد بنزيما على تدوينة رئيس الاتحاد الفرنسي كانت النقطة التي أسالت مداد الصحافة العالمية، إذ رد كريم بلهجة غاضبة على لوغريت أنه إذا كنت تعتقد أنني انتهيت فدعني ألعب لأحد البلدان التي أكون مؤهلا للعب لها وسنرى، ما فتح الباب على مصراعيه لمشاركة بنزيما رفقة المنتخب الجزائري نظرا لأصوله، رغم أن مسألة تمثيل البنزو لمنتخب الخضر لن تكون سهلة ولكنها مثيرة. رؤية نجم ريال مدريد بقميص المنتخب الجزائري. أما رد جمال بلماضي مدرب بطل إفريقيا في نسخة مصر الأخيرة فكان حاسما، عندما أكد أنه يمتلك بغداد بنجاح، إسلام سليماني، أندي دولور وكذلك هلال العربي السوداني، لتتوالى بعد ذلك ردود فعل متباينة، بعضها رحب بالفكرة والبعض الآخر شدد أن المنتخب الجزائري ليس منتخب طوارئ وأن بنزيما كان عليه اختيار منتخب الجزائر منذ البداية، وبما أنه اختار منتخب فرنسا فعليه تحمل مسؤولية قراره. إذن هي تطورات ما زالت تشهد قضية بنزيما والمنتخب، والأكيد أن الأمور تعقدت أكثر من اللازم واستحال معها رجوع الحكومة للعب رفقة بطل العالم في روسيا 2018، فهل يمكن أن يفجرها ابن الصحراء ويرتدي قميص الخضر مستقبلا؟ سؤال وأسئلة أخرى ستجيبنا عنها الأيام القادمة.